بشعار يسر وطمأنينة نشارك اليوم في هيئة الهلال الأحمر السعودي من مهبط عرفات بتشكيل للأسطول الإسعافي على شكل تخطيط قلب لإيصال رسالة لإخواننا الحجاج أن حجهم سيكون بحول الله آمن صحيا بتكامل كافة القطاعات الصحية على شكل تخطيط قلب. يمكن اليوم تواجد معالي وزير الصحة وكذلك سعادة رئيس الهيئة والضيوف الكرام للاطلاع على التشكيل الجوي كتخطيط للقلب دليلا على أن الخدمات الصحية المقدمة وما يقدمه الفرق الإسعافية من استجابة سريعة تشكل بحول الله تخطيط القلب وعودة الحياة بيسر وطمأنينة.